بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ أتمنى تكونوا بخير. طبعا محاضرتنا اليوم إن شاء الله هي المحاضرة الأولى بالكورس الثاني. من بعد أسبوع ريست ما بين الكورس الأول والكورس الثاني، إن شاء الله اليوم نبدأ بأول محاضرة إلكترونيك. جدولنا راح يكون الأربعاء إن شاء الله، ملتقانا بكل أسبوع. محاضرتنا إذا تذكرون ختمنا الكورس الأول بالفصل الرابع، ما كملنا يعني، بقى تقريبا عندنا محاضرة واحدة. فبالفصل الرابع أخذنا متعلقات الترانزستور اللي هو بايزنج الترانزستور، فأخذنا عدة أشكال لبايزنج الترانزستور، منها الفيكس بايزنج، إيميتر بايزنج، فولتج ديفايدر وإلى آخره. تعرفنا عليها، تعرفنا عن الفرق بيناتهم، لاحظنا أنه الفرق متعلق بالستابيليتي، ممكن يعني مو اعتباطا تغيير شكل الكونفيجريشن أو تغيير شكل البايزنج. بعدها طبعا انتقلنا إلى ملتي ستيج ترانزستورز، ممكن انه اكثر من ترانزستور بشكل ملتي ستيج، ممكن ان يكون كاسكيدنج مثل الفيجر اللي قبله اللي هو هذا ملتي ستيج ترانزستور. طبعا هذا الفيجر ابد ما يعني موجوده عليه معادلات او بعض الامور، هذا الفيجر اكثر اللي هو 464 اكثر راح يكون اي سي، بالاي سي راح ندخل به اكثر ان شاء الله اللي هو بالفصل الخامس. لذلك الار سي كابلد بي جي تي امبليفايرز هذا اللي امامك، متعلقات الدي سي بي كلش قليله، فهو عباره عن 2 فولتج ديفايدرز، كل وحده 2 فولتج ديفايدرز كل وحده من عندهم على حده وعلى انفراد، ما يتاثرون بالدي سي لان اكو متسعه فيما بينهم اللي تعتبر اوبن سيركت، تعتبر بلوك بالنسبه للدي سي، بينما بالاي سي لا، راح نشوف عمله ان شاء الله بالفصل الخامس على بويلستد. فننتقل بعدها الدائره اللي بعدها هي دائره دارلينغتون. البعض طبعا شاف انه الشرح ما كان وافي بالمحاضره اللي سبقت، لذلك انا قررت راح اعيد دارلينغتون. فطبعا عندنا هنا بدارلينغتون انه اكثر من ترانزستور يربطون بشكل معين، ينطيني دائره مكافئه مثل اللي موجوده امامك بالفيجر 466. هذه الدائرة اللي موجودة بالفيجر 466، هذا المستطيل الأزرق، هذا هو 2 ترانزستورز يعطوني محصلة بما تسمى بدارلينغتون أمبليفاير، محصلة وكأنما ترانزستور واحد، والدائرة بهذا الشكل راح تنطيني أمبليفيكيشن. طبعا الامبليفيكيشن تولد نتيجة لشكل وربط الترانزستورز، ذول الترانزستورز طريقة ربطهم راح تجعل البيتا الكلية، إذا نتذكر احنا البيتا، طبعا بالنسبة للبيتا، البيتا اللي هي للترانزستور، إذا كان البيتا على الترانزستور الأول هي عبارة عن الاي سي تو اي بي، فالبيتا على 2 ترانزستورز راح تكون عبارة عن حاصل ضرب الاي بي، البيتا الأولى في البيتا الثانية، هذه البيتا الكلية ما بين 2 ترانزستورز. فطبعا البيتا لأي ترانزستور مثل ما نعرف انه هي اي سي تو اي بي، بس البيتا المحصلة الكلية لدائرة دارلينغتون الامامك ذول الترانزستورين راح تكون عبارة عن حاصل ضرب بيتا 1 في بيتا 2. طبعا تفسيرها جاء من طريقة الربط، فاذا نتبع طريقة الربط شوف الاي اي، فالآي من بعث اللي هو الآي إيميتر من الترانزستور الأول، إذا تلاحظ هذا هو الآي إيميتر، إذا هسه بس نعنون بأنه هو آي إيميتر فهذا هو الآي إي، طبعا هذا الآي إيميتر مساوي تماما إلى التيار، بس إذا نغير اللون طبعا نفس التيار اللي هو من بعث وهو مساوي تماما إلى الآي بيس للترانزستور الثاني، يعني إذا ثبتنا بأنه هو الآي بي للترانزستور الثاني راح يكون مكافئ تماما للآي إيميتر للترانزستور الأول. هذا استنبطناه من الرسم، أمامي كلش واضح الرسم، الآي بيس للترانزستور الأول وكأنما هذا المستطيل الأزرق راح يكون عبارة عن ترانزستور واحد، أنا نوهت لك بهذه بالمحاضرة اللي سبقت. فعندك كولكتر هنا، وعندنا بيس، عندنا كولكتر مأخوذ من التو ترانزستورز مربوطين سوية بنفس النقطة وراح يولدوا لي كولكتر، وبيس من الترانزستور الأول مأخوذ، ومأخوذ إيميتر من الترانزستور الثاني.
احنا حاليا بصدد اريد اتعرف على البيئة الكلية، كيف هي حاصل ضرب البيئة الاولى في البيئة الثانية، يعني شلون جتني المعادلة. فراح نبدا بانه التيار اللي ينبعث الاي ايميتر من الترانزستور الاول قيمته هو نفس الاي بيس الثاني، فندخل معادلة الاي ايميتر الاول بدلا من الاي بيس 2. فتلاحظ هنا اي بيس 2 هو نفس الاي ايميتر 1 مثل ما استنبطنا من الرسم، واللي هو عبارة عن بيتا 1 زائد 1. هذه طبعا اكيوريت كلش دقيقة 100%، فما هامل الواحد اللي هي بيتا 1 زائد 1 في اي بيس 1. اوكي، هذا منو؟ هذا الاي ايميتر الاول واللي هو نفسه تماما الاي بيس 2. اوكي زين، اذا اريد اي ايميتر 2 هو عبارة عن الاي بيس 2 في بيتا 2 زائد 1 اللي هي هذه المعادلة. اشيل الاي بيس 2 واعوض بداله القيمه مالته اللي هو بيتا 1 زائد 1 في اي بيس 1، فنتجت عندنا هذه المعادله الاخيره اللي هي بيتا 2 زائد 1 في بيتا 1 زائد 1 اي بيس 1. هنا راح يجي يفترض انه اذا مو اكيوريت، انه اذا البيتا كلش كبيره، يعني مثلا اذا البيتا 100 وانا اقول 100 زائد 101، يعني هالواحد مو هالقد له تاثير على البيتا. لو البيتا مثلا فد قيمه كلش عاليه، فالواحد ما راح يكون له تاثير. فبذلك فرض انه البيتا اكبر بكثير من الواحد، فنتيجه لذلك الواحد راح ينهمل بالمعادله هذه نفسها اللي احنا محدديها، راح نهمل الواحد، فراح يشطب الواحد من هذا القوس وواحد من هذا القوس، راح يصير نتيجه الاي ايميتر 2 هو عباره عن بيتا 2 بيتا 1 اي بيس 1. فصارت الاي ايميتر 2 اللي هو كانه مال الترانزستور المحصله، مثل ما قبل شويه نوهت لك، نرجع بس للدائره، انه احنا قلنا وكانه ما عندنا اي ايميتر 2 هو اي ايميتر الترانزستور الكلي، صار عباره عن حاصل ضرب بيتا 1 بيتا 2 في اي بيس 1. فاذا وكانما انا عندي ترانزستورين ضربت البيتا المحصله اللي سماها بيتا دارلينغتون، رمز لها ببيتا دي، فصارت عندي بيتا محصله كليه عباره عن حاصل ضرب بيتا 1 في بيتا 2. فاذا اذا دارلينغتون امبليفاير البيتا الجين بي ليست عباره عن بيتا اللي تخص الترانزستور الاول او اللي تخص الترانزستور الثاني، وانما حاصل ضربهم. يعني انا لو كل بيتا عندي من عندهم 100، فاذا كانت البيتا واحدها 100، تخيل انه بيتا دارلينغتون راح تكون 100 في 100 يعني 10000، فهاي القيمة أكبر بكثير من 100. فإذا صار amplification، إيه الامplification كلش واضح نتيجة للمعادلة ونتيجة لاشتقاقها. ما تبقى كلش بسيط، راح يعامل دارلينغتون وكأنما ترانزستور ويشتق على أساس المعادلات، فشي واضح حيل من الرسم. عندك ال V base E V base emitter الكلية راح تكون عبارة عن حاصل جمعهم، ذول المعادلات اللي هم من 4 و51 فما فوق. إذا تريد تتبعهم بسهولة أنصحك إنه تتبع مع فيجر 4.67. كلش واضح إنه الفي بيس إيميتر، أنا راح بس أمشي على المعادلة الأولى وما تبقى عليك. فمثلا خلينا ناخذ الفي بيس إيميتر الكلية، راح تجي عبارة عن حاصل جمع. إذا أخلي الأوفوميتر بين ذول النقطتين، شو راح اشوف بطريقه هذا الجهاز؟ راح يشوف عباره عن فولتيه في بيس ايميتر 1 وفولتيه في بيس ايميتر 2. يجمعهم ليش؟ لانه اذا تشوف القطبيه مالتهم انه البوزيتيف جوار النيجاتيف، فراح يجمعهم، ف 0.7 زائد 0.7 يطلع له 1.4 الفي بيس ايميتر لدارلينغتون، يعني هذه المحصله الكليه راح تكون 1.4 وليست 0.7. وهكذا تكمل المعادلات على هالترتيب، راح تكون كلش واضحة وكلش بسيطة. بس أنصحك أنه تبقى على فيجر 4.67 باستنباط المعادلات. ننتقل اللي بعده. طبعا بالنسبة لدارلينغتون بعد عندنا أيضا مشتق معادلة لل V emitter V collector V CE، كلها نفس الترتيب نفس ما احنا متعلمين، ماكو شيء جديد. كاسكود، اكو مرحلة تسمى كاسكيدينج ومرحلة تسمى كاسكود. مرحلة الكاسكيد هي وجود مثلا فولتج ديفايدر يلحق ويسبقه فولتج ديفايدر اخر، مثل فيجر الار سي كابولد اللي هو ارجع لفيجر الار سي كابولد اللي نوهنا عليه بداية المحاضرة، راح تلاحظ شكله كاسكيدينج اللي هي المرحلة الاولى ومخرجاتها تعتبر مدخلات الى مرحلة ثانية. هذا الترتيب يسمى كاسكيدينج.
اما الكاسكود فهذا الشكل اليمامك، ذولا تو ترانزستورز بس مو مخرجات الاول هو مدخلات الثاني، وانما كلاهما في ترتيب معين راح ينطيني فد دائره واحده، وكانما دائره فولتج ديفايدر بس لا تشمل ترانزستور واحد وانما تشمل تو ترانزستورز. طبعا ترتيب هذه الدائره ايضا بفيجر 4.69 ترتيب الفولتيات راح يكون كلش واضح، ترتيب التيارات التتبع راح يكون واضح على فيجر 4.69. فاذا نبدا بالمعادله الفي بيس واحد اذا اريد نحسب الفي بيس للترانزستور الاول، طبعا لاحظ تسلسل هذا الترانزستور الاول اللي هو قريب من الجراوند وليس البعيد، يعني هذا الترانزستور الاول. فاذا اريد احسب الفي بيس له انا راح اخذ فولتج ديفايدر على المقاومه اللي هي ار 3، يعني راح اضرب في سي سي في ار 3 على ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3، وهذا اللي مسويه هو حتى يحسب الفي بيس الاول. اما اذا اردت تحسب الفي بيس الثاني لا، فاني راح امر بطريقي راح اشوف بين الفي بيس 2 والجراوند، وارجو ان تتبع وياي بالفيجر، راح تلاحظ مقاومتين بطريقك اللي هما الار 2 ار 3. فلما تيجي تحسب الفي بيس 2 راح تاخذ ار 2 ار 3 على ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3، هذا فولتج ديفايدر، يعني انت اكيد تعرف شنو فولتج ديفايدر. حسب الفي بيس اول في بيس 2، طبعا يرجع للفيجر اللي قبله، خلينا نكمل عليه قبل ننتقل للصفحه اللي بعدها. الفيجر اللي بعده راح يبين لنا الفولتيات منو متماثله، التيارات منو متماثل منو مختلف، راح يكون واضح اذا تتبع ويانا. مثلا في كولكتر الاول مساوي تماما للفي ايميتر 2، ليش؟ لان نفس النقطه اذا انا اجيب الاوفوميتر واخليه، طبعا احنا اتفقنا من الفصل الثالث انه حتى احسب في كولكتر حتى احسب في ايميتر حتى احسب في بيز قلنا نخلص من هالنقطه بذاك الفصل، لان بعدين متعلقاتها هواي يعني بالفصول القادمه وبالمواضيع القادمه. فبالنسبه لفي كولكتر يعني اخذ الاوفوميتر واخليه على طرف الكولكتر، نفس الترتيب اذا اخذت الافوميتر وحطيته على طرف الايميتر للترانزستور الثاني، ماكو كل فرق. يعني اذا تجي نخلي الافوميتر على الترانزستور هذا الترانزستور الاول اخليه على هالنقطه، او اخلي الافوميتر على هذا الترانزستور الثاني، ماكو كل اختلاف. فالفي كولكتر اصبحت في كولكتر واحد مساويه تماما للفي ايميتر 2، اوكي. في كولكتر 2 لا ما لها علاقه، لي على انفراد وحده، في ايميتر واحد ايضا على انفراد وحده، بعدين في بيس ايميتر 2 وفي بيس ايميتر واحد امامك ايضا محددهم، والفي بيسات حسبناهم قبل شوي بالمعادلات. فاذا نكمل على هالترتيب نشوف شنو حسب بالصفحه اللي بعدها. حسب الفي كولكترز اعتقد والفي ايميترز، نعم بالمعادلة 4.59 حسب الفي إيميتر واحد اللي هي عبارة عن في بيس واحد في بيس إيميتر واحد، هذه معادلة منتهين منها. إحنا نعرف إنه الفي بيس إيميتر هي عبارة عن حاصل طرح في بيس ناقص في إيميتر، والفي بيس إيميتر 2 أكيد هي في بيس 2 ناقص في إيميتر 2، أوكي ماكو جديد. التيارات هنا أنا ما شفناهم، تيار الآي كولكتر 2 إذا ترجع للفيجر، أنا ما راح أرجع للفيجر أنت تتبع وياي. التيار المنبعث من الكولكتر الثاني للترانزستور الثاني اكيد نفسه هو تيار الايميتر 2، هذه المعادله هذه احنا مستنبطيها مو جديده، احنا نعرف هذه المعادله، هذه المعادله اثبتت، اوكي. ولكن الترتيب المستحدث انه هو سواها للاي كولكتر واحد وللاي ايميتر واحد، ليش؟ لان هما بنفس اللوب. اذا راح ارجع للفيجر وياك، إذا تلاحظ بفيجر 4.69 إحنا بنفس اللوب، وبما أنه التيار إذا سيريال فهو نفس القيمة، فتلاحظ التيار انبعث من الـ VCC واستمر بلوب واحد، مر بالـ RC ومر ما بين الكولكتر والإيميتر للترانزستور الأول، وما بين كولكتر إيميتر للترانزستور الثاني، إلى أن مر بالـ R إيميتر وصولا للجراوند. فيعني إذا نرسم خط فهذا لوب واحد اللي هو راح يمتد ما بين الـ VCC إلى الجراوند. الى الجراوند، اوكي. فبما انه نفس اللوب فلذلك اصبح الاي سي 2 نفس اي 2 ونفس اي سي 1 ونفس اي اي 1. فعلى هالترتيب بين بعد ما ساوى القيم، اوكي، فاخذ معادله من واحد من عندهم راح تكون هي مساويه لكل القيم الاخرى. فقال عباره عن في بي 1 ناقص في بي اي 1 على ار اي 1 زائد ار اي 2. طبعا في بيس 1 ناقص في بي اي
اللي هي حاصل طرحهم، إذا تلاحظ معادلة 4.59 هي في متر واحد، يعني حسب التيار الاي متر واحد اللي هو في متر واحد اوفر الارات. طبعا هنا انا الار اي كاتب ار اي 1 ار اي 2. ارجع للفيجر، اذا كان عندنا على التو ترانزستورز ار اي اوكي ماكو مشكله عوضهم، والا اذا واحده من الار اي ما موجوده معناها قيمتها صفر وهي لا تعوض بالمعادله. طبعا بمعادلة 4.61 هنا الار اي 2 غير موجودة بالحسابات، لان احنا بدنا نحسب على تيار اي امتر واحد، يعني اقسم في امتر اوفر ار امتر. فاذا هي الار امتر اللي هي كلية طبعا ما مقسمة، هذه تقسم فقط لو كانت اكو فد متسعة بالوسط او الطانية المقاومة على شكل مقاومتين اثنين سيريال، اكو بعض الامثلة تخضع لهالشكل، بس هذا الفيجر لا، عبارة عن ار اي واحدة بدون تقسيم. طبعا بالبداية أول ما بدأ يشرح لنا الموضوع اللي هو الكاس كود، ذكر أنه هذا الموضوع طبعا راح يكون الهاي جين، راح يكون الجين بيه عالي، وأكو فد مشاكل بدوائر أخرى أنه هو راح يتجاوز هذا الترتيب. فاحنا اتفقنا أنه تغيير البايزنج يخذ يعني بيف التحسين، مرة تحسين الاستابيليتي، مرة تحسين الجين، مرة يعني حسب الشكل، وطبعا هذا يلبي حاجة يعني الحاجة اللي يصمم لها الديزاين، يعني حسب انه هو دا يخدم المكان اللي يخدم به راح يصمم وفقا لتلك الحاجة. فبالنسبة لي للكاس كود راح يكون عبارة عن هاي جين، فإذا نريد ندور على جين عالي فممكن أن نلجأ إلى دارلينغتون او الى الكاس كود هذا الشكل اللي انتهينا من عنده اللي هو 4.68. ننتقل اللي بعده، الفيدباك بير. فيدباك بير تو ترانزستورز، ترانزستورات اثنين مربوطين بالترتيب يسمى باك تو باك، انه احدى الترانزستورز راح ناخذ من عنده فيدباك وندخله على الترانزستور الثاني. هذا الشكل ما يشبه شكل دارلينغتون. دارلينغتون كان الترانزستور الأول ناخذ من عنده ايميتر ونغذي بي اي بيس الترانزستور الثاني، فكان وكأنما كاسكيدينج واحد بعد الثاني. بينما الفيدباك بير لا، واحد من الترانزستورز ناخذ فيدباك من عنده وندخله على الترانزستور الثاني اللي هو الفيجر الأمامك 74. اوكي، عادة الفيدباك يكون ب مور ستابيليتيز. الفيدباك انه حتى بالكنترول ان شاء الله راح تاخذون بالمرحله الرابعه، الفيدباك انه ارجع لوب من الاوتبوت ارجع ادخله على الانبوت يجعل الدائره مور ستيبل، اكثر ستيبلتي، لانه يبدا يعدل وكانما يقارن النتائج، اذا النتائج بها خلل او بعيده عن المطلوب يبدا يعدل على النتائج لان يصبح قريب للتارجت. فالفيدباك عاده الفيدباك يكون بستيبلتي اعلى، فممكن المالتي ستيج الفيدباك يخدم هالشكل، وكاتب لك اياها طبعا هنا، كاتب لك اياها بهذا السطر، قال لك the result of a configuration that provide high gain، عنده high gain وبنفس الوقت with increased stability، والstability مالته تكون عالية. فلما نبحث على high gain with more stabilities ممكن نلجأ الى feedback pair. هسه مرة الترانزستورز يعتبرهم identical، فالبيتا الأولى عندك نفس البيتا الثانية ونفس الترتيب كلهم، يعني أنه هذا الترانزستور طق الأصل من الترانزستور الثاني. فخلي نشوف بالنسبة لاشتقاق المعادلة، ما راح أتعمق هواي باشتقاق المعادلات لأنه قبل شوية شرحنا بالتفصيل على الفيجر اللي قبله. فبالنسبة لهاي 4.71 اشتقاق المعادلات راح تخضع لفيجر 4.71. فعندك مثلا تلاحظ انه الاي ايميتر، الاي ايميتر اللي داخل على الترانزستور الاول هو ليس اي كولكتر 2، اكيد مو اي كولكتر 2، هو جزء من الاي كولكتر. عندك هنا اي كولكتر كلي، بس احدد لك نود، النود اللي انشق بها التيار، اكو نود هنا انشق بها التيار. اذا تلاحظ عندنا هنا تيار اي كولكتر اللي هو التيار الكلي، جزء من عنده صار اسمه اي ايميتر واحد، وجزء ثاني اسمه صار اي سي اثنين. فهذا الاي سي انشق الى جزئين، جزء اسمه اي سي اثنين وجزء اسمه اي ايميتر واحد. فالاي ايميتر واحد هو جزء من الاي سي، صار فيدباك دخل للترانزستور الاول. طبعا الترانزستور الاول والترانزستور الثاني مو نفس الشكل،
ابدا مو نفس الشكل، واحد ان بي ان واحد بي ان بي. سوري، بالنسبه للبيتا واللي ذكرت التفاصيل هذه تخضع لدائره دارلينغتون، ان يجي لي نفس البيتا ونفس نفس الترانزستورز نفس المواصفات، ولكن بالفيدباك بير قطعا ما يكونون نفس الشيء، لانه احد من عندهم انا حتى ادخل فيدباك للترانزستور الاول لازم جهه الايميتر تستقبل تيار. فاحنا قلنا اذا تذكرون بوينتينج ان يعني بي ان بي ونوت بوينتينج ان بي ان، هذه شرحناها بالفصل الثالث اللي هم اشكال الترانزستور. فهذا الترانزستور هذا ان بي ان، هذا نوت بوينتينج وهذا بي ان بي، ذول ترانزستورين مختلفين تماما حتى يكونوا لي الفيدباك بير. طبعا هنا اذا اريد نشتق معادله، معادله الاي كولكتر، الاي كولكتر مثلا اشتق معادله الاي كولكتر واحد اللي هي عباره عن بيتا واحد اي بيس واحد، هذه هنا نشتق معادله الاي كولكتر واحد بيتا واحد اي بيس واحد. طبعا بالمناسبه ال ان بي ان كترانزستور ما يختلف عن ترانزستور بي ان بي بالمعادلات بالقوانين باللوبات، بس اتجاهات التيارات كلها بالعكس وبولاريتيز الفولتيات كلها بالعكس. ليش؟ لانه اساسا وكانما الدائره افترت، يعني بدل ما التيار ينبعث من الفي سي سي للجراوند اصبح ينبعث بالعكس، لان مره الايميتر يجمع التيار ويخرجه ومره بالعكس يستقبل التيار ويوزعه. فبس بهالنقطه انه الام بي ان والبي ان بي، بالبي ان بي التيار راح يتجمع عن طريق الايميتر فيدخل تيار من الايميتر ويوزع لكولكتر وبيس. فماكو اختلاف، كلش اختلاف، حتى من راح نشرح البي ان بي راح ياخذ عليها مثال وفقط يتجاوزها، باعتبار انه انت اذا استكملت الان بي ان وفهمت الان بي ان وفهمت كونفيجريشن الان بي ان خلص قطعا انت فاهم البي ان بي. اوكي، فبالنسبه للمعادله نريد نشتق معادله 467، فاشتقينا اي كولكتر واحد اللي هو بيتا واحد اي بي واحد. لاحظ على الفيجر انه الاي كولكتر الاول اللي انبعث من الترانزستور الاول هو مساوي تماما للاي بيس 2، فمن اجي احسب الاي كولكتر الاي بيس 2 اصبحت قيمتها عباره عن بيتا واحد اي بيس واحد، يعني من اريد احسب الاي كولكتر 2 عباره عن اي بيس 2 في بيتا 2 اللي هي هذه المعادله، وتساوي عوض المعادله الاولى بهذه المعادله، فاصبحت الاي كولكتر 2 عباره عن بيتا واحد بيتا 2 اي بيس واحد. من معادله 467 بين الهاي جين، انه هو قال ترى هذه الدائره فيدباك بير عندها هاي جين وذ مور ستابيلتي. اوكي، الهاي جين كلش واضح اصبح، لان البيتا اللي كنا عباره عن 100 معروف ايش قد ينطيني اياها حسب الديزاين حسب الترانزستور، اصبحت عباره عن حصه ضرب 100 في 100 مثلا 100 في 120 معروف حسب اشكال الترانزستورز. فاذا الهاي جين اي اوكي هاي جين وضحت من المعادله اللي هو هاي جين. طبعا اللي ما بعدها المعادلات ما بيها شيء جديد مثل ما احنا تعلمنا نشتق، بس عندك بمعادله 469 ممكن تلاحظ هنا نكفه التغير، انه كل مره تظهر عندنا ما نشوف انه بيتا واحد بيتا اثنين، نشوف بيتا وحده، فهذا السبب من معادله 467 اللي هسه اشتقيناها. اذا عوضتها باللوب راح يظهر لك بالمقام انه حاصل ضرب بيتا واحد بيتا اثنين لا اكثر ولا اقل. هذه المعادلات كلش اشتقاقها بسيط، تتبعها بسيط، اذا تتبعتها وصار عندك خلل بمثلا اشاره ما عرفت هذا منين اجى هذا التيار شلون اشتقيناه، ماكو مشكله تقدر تراجعني وان شاء الله نتجاوز المشكله سويه. فبالنسبه لي اكزامبل 426 راح يدخل لنا بفيجر يسمى، طبعا هنا اطلق تسميته قبل يشرح المثال، سما دايركت كابولد. دايركت كابولد هذا اخذ عليه مثال مباشره اللي هو مثال 426. طبعا هنا عندنا شرح لك اياه بهذا الباراجراف اللي هو قبل اكزامبل 426، راح اشرح لك اياه على الفيجر اللي هو 472. طبعا ذكر انه اذا تتذكر بالار سي كابولد، ارجع لفيجر الار سي كابولد، راح تلاحظ انه من عندنا ملتي ستيج ترانزستورز يخلي بيناتهم متسعه بالوسط. طبعا هاي المتسعه بكل مثل ما احنا كلنا نعرف انه هي بلوك بالنسبه للدي سي، فتجعل تسوي سيبريشن بين التو ستيجز، انه تجعل هذه الستيج الدي سي تجعل الستيج الاولى والدي سي بايزنج لها لا يؤثر تماما بالستيج الثانيه.
الستيج الثانية منفصلة تماما عن الستيج الأولى كدي سي بايزنج. كدي سي لا ما يقدر يأثر من ستيج إلى ستيج أخرى. وكذلك إذا نلاحظ الدائرة بشكل عام، يعني إحنا مداخلينها حتى أي سي، هذه البي سورس هذه أي سي، إذا تلاحظ ساينسويدا، فإذا تدخل هذا الأي سي وأكو عندنا متسعة بالوسط، فهذه المتسعة طبعا عادة تسوي اتنيويشن للترددات الكلش قليلة، تعتبرها الترددات الكلش قليلة، شوفها وكأنما هي دي سي، فهم تسوي لها بلوك بطريقها. اوكي، هذه بنفيت لوجودها طبعا بال 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 بالدي سي بال بالكوبلينج ما بين، مرة تفيد بالتطبيقات انه احنا نريدها تفصل، نسوي فصل سيبريشن بالدي سي بايزنج، نريدها ما تفوت ترددات قليله مثلا، سواء امبليفيكيشن بس بالترددات العاليه اوكي، ومره لا احنا نريدها سواء امبليفيكيشن بترددات قليله، فنشيل هاي المتسعه اللي موجوده بين تو ستيج. طبعا هي بالمكان اللي هسه انا موقفه بيه الماوس المفروض وجودها. زين، انعدام وجودها راح يجعل تغير قيم الدي سي بستيج معينه، البايزنج الدي سي بايزنج بستيج معينه، هذه الامور التفاصيل اللي كنا نطلعها، اي بيس اي كولكتر كذا، ذول كلهم تغيرهم بستيج واحده ممكن ان يؤثر سلبا على الستيج اللي بعدها، والستيج الاولى تؤثر على الستيج الثانيه وهكذا. فاذا كل وحده من عندهم تاثر بالثانيه، هذه مشاكل ممكن ان تجعل الدائره غير مستقره. فريد نشوف الدايركت كابل كدي يناقش هذه الدائرة، فخلنا نشوفها بالبداية بالسؤال شنو طالب. بالنسبة لفيجر 4.72، طبعا هذه تو بارتس إذا نحددهم سويا، واحدة من عندهم الستيج الأولى اللي هي فولتج ديفايدر، هذه الستيج الأولى، هذه فولتج ديفايدر إذا تلاحظ، وهذه الستيج الثانية طبعا هذه كومن كولكتر. ليش كومن كولكتر؟ لأن الحقن ديتم عن طريق البيس والأوتبوت عن طريق الإيميتر، فإذا المشترك هو فقط الكولكتر. قال لك إنه ترى الكومن كولكتر يعتبر بفر بهذه الدائرة، بفر ما بين تو ستيجز، ده يعمل وكأنما الكومن كولكتر، والإنبوت إمبيدنس ما تكون قليلة. بالنسبة كم نقطة، طبعا تطبيق المعادلات كلها ماخذية، كلها مارين عليها، بس كم نقطة احتمال انه تسبب فد ارباك للبعض. واحدة من النقاط انه الفي كولكتر 2 مساوية تماما للفي سي سي، اذا تلاحظ هنا ما عندنا مقاومة ار سي، ففولتية الفي كولكتر هنا في كولكتر 2 مساوية تماما للفي سي سي نفسها 14. ومن راد يحسب الفي كولكتر واحد، حسبها عن طريق في سي سي ناقص ار سي في اي سي واحد، فعن طريق هذا البرانش، فهذه الفي سي سي متوزعة على ثلاثة اماكن، يعني للانبوت وللكولكتر الاول وللكولكتر الثاني فقط، ولا ترتيب المعادلات وما تبقى كله مارين عليه، ما بي شيء جديد. طبعا بالنسبة للكومن كولكتر ده يعمل بهذه الدائرة، اكو دوائر ثانية للدي سي كابولد، دايركت كابولد سوري، راح تكون بها بعد ستيج ثالثة، ممكن ان تشوف دوائر اخرى بها بعد ستيج ثالثة، يعني اكو ثلاثة ترانزستورز. فالكومن كولكتر هذا البار ده يعمل كبفر ما بين تو ستيج، يعني لو كانت هذه الستيج الاولى وده تلحقها ستيج ثالثة، وخلي بعين الاعتبار حتى يعمل بفر، طبعا راح يكون هاي انبوت امبيدنس، ولكنه بفرنج، يعني طبعا قبل شويه ذكرت بالخطا انه هو لو انبوت امبيدنس، لا هو هاي انبوت امبيدنس الكومن كولكتر، ولكنه لو المرحله القادمه هي لو انبوت امبيدنس ممكن يكون كجود بفرنج بين ذول الستيج، بس الكومن كولكتر ده يعمل كبفر وهو هاي انبوت امبيدنس ولو اوتبوت امبيدنس. طبعا وصلنا الى باراجراف او موضوع 4.13 وهو الكارنت ميرور. الكارنت ميرور طبعا انا بدي اشرح لك الفيدباك باير، اذا تتذكر الفيدباك باير سميته باك تو باك، الفيدباك باير مو باك تو باك، لان هو نوعين مختلفات، هو فيدباك فقط لان نوعين مختلفات من الترانزستور. الباك تو باك، شكل الباك تو باك هو قطعا بالكرنت ميرور اللي هو شكل الامامك، يسمى باك تو باك بي جي تيز.
تو ترانزستورز، عندنا ترانزستورات اثنين مربوطين بشكل باك تو باك، يعني اذا تشوفهم انه الترانزستورات مربوطين من البيس سويه، التو ترانزستورز مشتركين بالبيس، والكولكتر والإيميتر الأطرافية الحرة اللي كل واحد عنده طرف مختلف. يقول إذا الربط إذا تربط الدائرة بهذا الشكل اللي أمامك، ووضعنا لود على الكولكتر الثاني، لو هذا الترانزستور سمي الترانزستور الثاني، وعندنا مقاومة R موجودة على الترانزستور الأول، فالتيار اللي راح يمر بالترانزستور الأول بكولكتر الترانزستور الأول راح يعتبر كنترول للود اللي موجود على كولكتر الترانزستور الثاني. طبعا اكو علاقة ربط، هذه العلاقة شلون صارت راح نشتقها بالمعادلات. قبل أن نبدي نشتق المعادلة، خلي بعين الاعتبار انه الترانزستورات اثنيناتهم متماثلات ايدنتيكال، نفس الترانزستور، اعطوني ترانزستورات اثنين نفس الارقام من المختبر وجيت ربطتهم بهالشكل اللي هو فيجر 4 74. زين، بالنسبه لهذا الفيجر اللي امامك، اول شغله راح نتفق عليها هي هذه نود، النود اللي يصير بها التقسيم الاي بيس اللي دا اشوفها امامك، هذه النود اللي تصير بها تقسيم الاي بيس 2 واي بيس 1. الاي بيس الكلي عبارة عن حاصل جمع اي بيس 1 زائد اي بيس 2. اي بيس 1 زائد اي بيس 2 راح يعطيني الاي بيس. فبالبداية اقول الاي بيس، سوري، عندنا الاي بيس هو عبارة عن حاصل جمع الاي بيس الاول زائد الاي بيس الثاني، هاي لاجل السهولة. طبعا بالصفحة اللي قبلها اللي هي 205 موجود تفاصيلها. فعندك اي بيس واحد زائد اي بيس اثنين. اي بيس واحد اي بيس اثنين مساويات، يعني انا اقول ممكن اقدر اقول الاي بيس هو عبارة عن اثنين في اي بيس واحد، كيفي، او اقول اثنين في اي بيس اثنين، ماكو مشكلة بما انهن مساويات لان هم ترى ايدنتيكال متماثلين. اوكي، فراح يستفاد من هذه العلاقة انه يعوضها حتى يحسب الاي كولكتر. فبالنسبة للاي كولكتر الاول هو عبارة عن بيتا واحد في اي بيس واحد، هذه بيتا واحد في اي بيس واحد، هذه الاي كولكتر الاول، بينما الاي كنترول راح يساوي الاي كولكتر الاول زائد اي بيس. ليش؟ لان اكو عندنا نقطة تقسيم هنا ايضا، هذه نقطة تقسيم، عندنا ترى الاي كنترول جاي عبارة عن اي كولكتر واحد زائد اي بيس، الاي كنترول عبارة عن اي بيس زائد اي كولكتر واحد، بينما الاي لود هو نفس الاي كولكتر اثنين. اوكي، فاذا هذول نقاط التقسيم خليهم بعين الاعتبار، يعني عندك معادلتين لمعادلتين نودل تقسيم تيار، هذه معادلة تقسيم تيار. فعندك الاي كنترول هو عبارة عن اي كولكتر واحد زائد اي بيس، اوكي، والاي بيس قلنا هو عبارة عن اثنين اي بيس واحد، والاي كولكتر واحد هو عبارة عن بيتا واحد اي بيس واحد، راح يشتق معادلة هنا وراح ياخذ بعين الاعتبار بانه، بس امسح تأشيراتي، بانه البيتا اكبر بكثير من الاثنين، راح ياخذ هنا هذه المعادلة بعد ما عوض اللي القيم اللي انطيتك اياهم هسه، وراح يعتبر البيتا واحد اكبر بكثير من الاثنين، وراح يشتق انه الاي كنترول مساوي تماما الى بيتا واحد اي بيس واحد، يعني يشبه الاي كولكتر واحد، يعني الاي كنترول وكانما هو الاي كولكتر واحد، يعني بيتا واحد اي بيس واحد. بنفس الترتيب تقدر تشوف انه الاي كنترول هو نفس الاي لود، يعني الاي كنترول والاي لود، هذا الاي كنترول هو كنترولنج على تيار اللود، يعني الاي لود مساوي للاي كنترول. شلون؟ لانه الاي كولكتر 2 هو عباره عن بيتا 2 في اي بيس 2، وبما انهم اثنيناتهم ايدنتيكال فاذا يعني تيار الكنترول الثاني هو نفس تيار الكنترول الاول، واللي هو سوري تيار الكولكتر الثاني نفس الكولكتر الاول، يعني نفس تيار الكنترول. طبعا هنا أنا بالتقريب انه الاي كنترول هو تقريبا نفس الاي كولكتر واحد واللي هو بيتا واحد اي بيس واحد، بعد طبعا ما جاوزنا انه البيتا تقريبا بيتكون اكبر بكثير من الاثنين حسب المعادله. هنا أنا جاي شارح لك انه الستيبلتي شلون دا يصير. طبعا هذه الدائره بها نوع من انواع الستيبلتي، انه دا يسيطر على التيار اللي يمر باللود من خلال كنترولك على مقاومه موجوده على الترانزستور الاول. فشارح لك انه شلون يصعد شلون دا يصعد هذا التيار، شلون هذا التيار ينزل وياه،
يعني الفولتيات شلون تتغير. طبعا ما راح امر اني بهذه التفاصيل، نكتفي بهذا المقدار يعني بالشرح، وبعدها راح نشوف اكزامبل. راح ناخذ اكزامبل 427 منطينا هذا الشكل، ورايد نحسب قيمه الاي. طبعا الـ هذا ايضا باك تو باك مثل ما تشوف امامك، ورايد نحسب قيمه الاي وكانما هو الاي لود قبل شويه بالشرح. فاذا الاي لود هو لازم نفس الاي كنترول، احنا قلنا نسيطر من ستيج اولى نسيطر على ستيج ثانيه، واللي هو عباره عن في سي سي ناقص في بي اي اوفر ار. اشتق معادله الاي كنترول، الاي اللي يمر بهذه المقاومه اللي هي 1.1 كيلو، اشتق التيار اللي يمر هنا بهاي المقاومه اللي هي 1.1 كيلو عن طريق 12 ناقص الفولتيه هنا اللي هي في بي اي اوفر. طبعا اخذ وكانما اخذ لوب بهالترتيب بهالاتجاه، حتى تحسب المعادله تاخذ لوب بهالاتجاه. طبعا عندك هاي النقطه هي نقطه وحده، يعني منا لهنا هذه نقطه وحده، هذه نود. فعندك ما بين ال 12 وما بين الفي بي اي اللي هو 0.7 تقسمها على 1.1 كيلو حتى تحسب مقدار تيار الاي كنترول، واللي هو نفسه تماما مقدار التيار الاي اللي يمر بالستيج اللي بعدها. ما اخذ لك اكزامبل بعد اللي هو 428، هذا 3 ترانزستورز، السيطرة على ترانزستورات اثنين ملحقات على ترانزستور الأول، ما بي فد اختلاف، بس اكو فد اشتقاقات يمك أرجون تتبعها. فإذا بهذا الإكزامبل حتى لو كانوا 3 ستيج، يعني 3 ستيج أولى تدفع إلى 2 ستيج، عندك التيار إذا تلاحظ هنا الآي بقى تسمياتهم وثنياتهم بأنهم آي بآي، يعني دليل على أن الترانزستور التيار اللي يسيطر عليه بالترانزستور الثاني والثالث هو نفس الآي كنترول اللي موجود بالترانزستور الأول. عندك هنا كرنت ميرور بفيجر 479، هذا بنوع من انواع ترانزستور بعدنا ما متناولين، فقط بعد الاكزامبلز لحد هنا، يعني الفيجرات هذه اللي بصفحه 202 هذه اللي طلع، يعني او يعني اللي يفترض ان نتركها حاليا لانه ما بعدنا ما شارحين نوع ال الموسفت او نوع الفت الترانزستور الثاني اللي هو الفت. فبالنسبه لي اما هذا الفيجر الاول فهذا هاير اوتبوت امبيدنس مشكل كرنت ميرور بهاي اوتبوت امبيدنس، مو ضروري ان تشوف تفاصيله. فننتقل بعده للموضوع اللي بعده ان شاء الله. طبعا الموضوع اللي بعده اللي هو الكرنت سورس سيركت. ذاكر انه شكل نوع من يعني شكل الترانزستور البي جي تي ترانزستور اذا ربط بهالشكل مثل اكزامبل عندك 429 يعتبر وكانما هو ينطي كونستانت كرنت، ينطي تيار ثابت. فبهذه الدائره طبعا دي يستعين حتى يحسب تيار الاي اللي منبعث ما بين الكولكتر الى الايميتر، اذا بدنا نحسب على لوب الاوتبوت. فقايل دا ينطينا تيار مقدار تيار ثابت اسمه اي. شلون نحسب هذا التيار الثابت من هذه الدائرة اللي قيمته اي؟ يقول راح نطبق من لوب الانبوت ناخذ معادلة نحولها الى لوب الاوتبوت مثل ما متعلمين حتى نحسب هذا التيار الاي. فبالبداية حاسب الفي بيس، طبعا ممكن اذا تتبع معادلة الفي بيس ممكن انه يصير عندك فد التباس بحسابها. فالمعادلة طبعا ماخذ لوب بهالشكل للجراوند، المعادلة الفي بيس اذا اريد احسبها هي الفولتية ما بين البيس وما بين الجراوند، فماخذها على هذه المقاومة اللي هي طبعا لو نسميها ار 1 اللي هي 5.1 كيلو. عند فولتج ديفايدر وهي ار ثانية هنا صدفة ونفس القيمة 5.1 ايضا ماخذها، فنجي ناخذ سالب 20 في 5.1 على 5.1 زائد 5.1 اللي هي هاي المعادله. حسب من عندها الفي بيس، لما حسبنا الفي بيس نقدر نطلع في ايميتر لان احنا عندنا في بي اي ثابته، فالقيمه ثابته حفظناها للترانزستور البي جي تي اللي هي 0.7. حسب الفي ايميتر انه رحنا الى لوب الاوتبوت حتى نحسب تيار الاي عن طريق اخذ لوب طبعا بهالترتيب، عند فولتيه الايميتر اللي هي الفولتية من الإيميتر للجراوند، وعند فولتية هنا حاصل طرح الفولتيتين على قيمة المقاومة 2 كيلو، حسب تيار قيمة الآي اللي هو تيار القيمة الثابتة الكونستانت المراد حسابها.
بس هذا يعني إذا موجودة عليه أسئلة فصل، أوكي ممكن يعني حسب أسئلة الفصل هذه المادة تدخل أو لا. فأنت تتبع أسئلة الفصل، إذا ما لقيت أكو أسئلة فصل على الكونستانت كارنت فهذا الموضوع ما داخل. ماخذ اكزامبل عليه مستبدل المقاومه بزينر دايود وحاسب تيار الاي بمعادله كلش بسيطه. ماخذ عليه اكزامبل ثاني، فاني انطيتك خبر انه حسب سلسله الفصل، اذا موجود عليه سلسله الفصل اوكي كان بها، واذا ما موجود عليه بس سلسله الفصل شيء فهذا الموضوع للاطلاع. بالنسبه ل 415 اللي هو البي ام بي ترانزستور، البي ام بي ترانزستور ما راح نطول بشرحه ابدا، يعني مثل ما اتفقنا البي ام بي هو نفس الام بي ان ترانزستور، ماكو كل فرق. تخلي ببالك فقط الفولتيات اصبحت مختلفه بالبولارتيز، والتيارات كذلك اصبحت مختلفه بالبولارتيز. فمثلا التيار الايميتر نوهت لك سابقا انه هو حسب، هل يا ترى دا يجمع الإيميتر دا يجمع التيار وينطلق من الإيميتر أو بالعكس ياخذ تيار ويوزعه؟ بالبي ام بي لا، التيار يدخل من الإيميتر، فالبولاريتيز إذا تلاحظ للـ آر الإيميتر، هاي البولاريتيز سوري البولاريتيز دي آر الإيميتر، إذا تلاحظ الموجب والسالب اختلف، الموجب والسالب على الآر سي اختلف، بولاريتيز الآر سي اختلفت، الآر بيس كذلك البولاريتي عليها اختلفت، تيار الآي بيس انعكس اتجاهه. الدائرة كلها كان اتجاهها سابقا، كان اتجاهنا بالمواضيع السابقة كان اتجاهنا بهالشكل، أما بهذا الموضوع فراح يكون اتجاهها بهالشكل اتجاه التيار. الدائرة كلها اختلفت رأسا على عقب، نفس القوانين تبقى، نفس الاشتقاقات تبقى، نفس التطبيقات تبقى، تخلي بعين الاعتبار فقط البولاريتي تغيرها، تغير الإشارة. فإذا تلاحظوا أخذ عليه اكزامبل واحد طبعا، لأنه إحنا يعني اكتفينا من البي جي تي بشرحه على الام بي ان، فأخذ اكزامبل لإيميتر بايزنج بس هالمرة بي ان بي ترانزستور. فبالبداية حاسب الاي بيس، إذا تذكرون كنا نقول في سي سي ناقص في بي اي على ار بيس، هالمرة في سي سي زائد في بي اي، اوكي اختلفت البولاريتي. وطبعا هو مشتق كيرشوف على مودي ينطيك العلة من نجت اختلاف البولاريتي، ايضا نخليها بعين الاعتبار. بالنسبة للفي سي اي ايضا اختلفت البولاريتي، كنا سابقا نقول في سي سي ناقص اي سي ار سي زائد ار اي، صارت ناقص في سي سي زائد اي سي ار سي زائد ار اي، اوكي يعني القطبيات اختلفت. اخذ علي اكزامبل، طبعا هو شرح ايميتر بايزنج، واخذ الاكزامبل فولتج ديفايدر. ليش؟ لانه احنا قلنا كل المواضيع اللي شرحناها على الام بي ان خلاص هي نفسها على البي ان بي، فمثلا راح يحل بالاكزاكت، ف بالبدايه لا مستوفي الشرط فراح يحل بالابروكسيميتد، فحاسب البي بيس اللي هو عبارة عن R2 في VCC على R1 زائد R2، نفس القانون بس اللي اختلف انه بولارتي VCC هي اللي اختلفت، فراح يكون عندنا سالب 18، احنا سابقا كنا نقول موجب 18 موجب 20 حسب السؤال. بعدين طبعا بالنسبة لمعادلة ال VBE ال V base emitter هي V base ناقص V emitter، إذا تلاحظ بقت مثل ما هي، يعني ال V base emitter كمعادلة هي V base ناقص V emitter، أوكي بقت مثل ما هي، بس من أجي أعوض الفولتيات بداخلها؟ لا، البولارتيز اللي هي مختلفة كمعادلة كمفهوم، أوكي بقى مثل ما هو. المفاهيم الاي تيار سوري الاي كولكتر شنو علاقته بالاي بيس؟ هذه المفاهيم المعادلات مثل ما هي، بس البولاريتيز القطبيات فقط هي اللي اختلفت. فتلاحظ انه من اجي الفي ايميتر اجى يعوض الفي بيس، الفي بيس هي اوريدي طلعت لنا سالبه فصارت سالبه، ومن اجي يعوض الفي بيس ايميتر كذلك يعوضها بسالب 0.7، ما يعوضها بموجب 0.7، اوكي؟ يعني تبقى حافظ نفس القانون بس تغير تغير البولاريتي اللي عندك. طبيعي انه ها من اجى حسب التيار الاي ايميتر، خلي بعين الاعتبار دي يقول لك انه انا غضيت النظر عن اتجاه التيار، يعني اتجاه التيار من دين بعث الى اين، اريد بس قيمه التيار، فمن حسب تيار الاي ايميتر ما خلى قيمه سالبه لانه غض النظر عن اتجاه التيار، والا لو تعوض بالدقيق فالاي ايميتر هو السالب فد 2.46 على 1.1 كيلو، راح يطلع لك التيار الاي ايميتر بالسالب. طبق على معادله الفي سي اي مثل ما احنا متعلمين مباشره، فلاجل ان تحل صح بس خلي بعين الاعتبار اعوض البولاريتيز، الفي سي سي اعوضها هي والبولاريتي مالتها،
والقوانين مالتي احفظ القوانين الجديده على اساس ان البولاريتي تغيرت ولا هو نفس القانون، وقوانين القواعد الاساسيه اللي تعلمنا لهم اللي هم من الشابتر الثالث يبقون مثل ما هم، بس من نجي نعوض الفولتيات لا ناخذ بعين الاعتبار الاشاره السالبه، مثلا ال 0.7 تصير سالب 0.7 وهكذا. بالنسبه لموضوع 4.16 اللي هو ترانزستور سويتشينج نتوركس، الترانزستور ممكن يعمل كسويتش، كدائرة كمفتاح اون واوف بتنقل الترانزستور ما بين منطقتين، انه انا اجعل الترانزستور اذا مره يعمل بالكتوف ومره يعمل بالساتوريشن، فاني ممكن ان اجعل الترانزستور يعمل كسويتش. هذا الترانزستور، هاي الدائره الامامك، راح نشرح الترانزستور على هذا الترتيب، انه هذا الانبوت الفي انبوت وهذه الفي كولكتر اللي هو كانما في اوتبوت. فالترانزستور بيبدا يعمل كسويتش اون واوف على اي اساس؟ الترانزستور راح يتغير ما بين منطقة الكتوف وما بين منطقة الساتوريشن. طبعا راح نشرح هذا الفيجر على أساس منطقتين، راح نشرح هذا الفيجر على أساس منطقتين. بالبداية هي هذه المنطقة اللي راح أدخل بها في إنبوت مقدارها صفر، في إنبوت دخلتني هنا اكو في إنبوت مقدارها صفر دخلت على الدائرة، فبما انه الفي إنبوت صفر فاني اي بيس ما عندي، راح يكون الاي بيس كذلك صفر. الاي كولكتر هو عبارة عن بيتا اي بيس، يعني هم اي كولكتر ما عندي، يعني الاي كولكتر كذلك صفر. فالفي كولكتر اذا اخلي الاوفوميتر على هذا الطرف ده يقرا لي نفس قيمة الفي سي سي، ليش؟ لانه هنا ماكو فولتج دروب، فالفي سي هي نفسها الفي سي سي، فراح يطلع على الاوت وتزاد تلاحظ قيمة 5 فولت. اوكي، هسه شرحنا المنطقه الاولى اللي هي انه حقان التيار قيمته صفر اي بيس، فبالتالي الاي كولكتر صفر، فبالتالي انا جعلت الترانزستور بمرحله الكاتوف، فالفي كولكتر عنده هي نفسها البي سي سي. اما النقطه الثانيه او المقطع الثاني اللي راح نحدده خلينا نحدده باسود حتى يكون لون مغاير، فسوري هذا القطعه اللي هي راح ندخل قيمه فولتيه قيمتها 5 فولت. طبعا لاحظوا انه ال 5 فولت هي نفس ال في سي سي، فانا راح ادخل هنا 5 فولت اللي هي نفس قيمه ال في سي سي. اوكي، اذا دخلنا هنا 5 فولت واجينا حسبنا الاي بيس والاي كولكتر، فحسبنا الاي بيس والاي كولكتر راح نلاحظ انه الاي بيس راح يدخل او يجعل يسحب الترانزستور الى ان يدخل في منطقه الساتوريشن، يجعل هذا الترانزستور مشبع، يجعل التيار الكولكتر اللي هو على الاوتبوت يجعله تيار ساتوريشن اللي هو اعلى تيار. فبما احنا اتفقنا اذا تيار الكولكتر يكون اعلى تيار، تيار الساتوريشن، ففي هذه المرحله راح الفي سي اي، راح الفي سي اي تساوي صفر. اذا تتذكرون كنا وكانما نضرب شورت سيركت ما بين الكولكتر وما بين الايميتر، لاجل التوضيح كنا بهالشكل يخلينا شورت سيركت ما بين الكولكتر والايميتر. اذا دخل الترانزستور في مرحله الساتوريشن فالفي سي اي تساوي صفر، انا دا اخذ الفي سي وكانما نفس الفي سي اي لان ما عندي ار على الايميتر، فبالتالي راح تكون الفي كولكتر صفر. فهذا هذا سبب انه عندما ادخل 5 فولت على ترانزستور مربوط بهالشكل راح يصير سويتشنج ما بين كاتوف وما بين ساتوريشن. طبعا على هذا الفيجر اللي موجود امامك اللي هو 487 راسم لك انه الترانزستور كيف ده يكون انفرتر، كيف ده يعكس الخمسه اللي ده تدخل ده تصير صفر والصفر يصير خمسه. هنا انا حاسب الاي سي ساتوريشن، طبعا هاي 6.1 ملي امبير جت من قسمه الخمسه على 0.82 بالفيجر اللي قبلها حسب الاي سي ساتوريشن بالمضبوط، فلقاها انه هي تدخل الترانزستور يدخل في مرحله الساتوريشن، وقايل لك تقريبا الفي سي اي طبعا اللي هي الاكس اكسس، تقريبا الفي سي اي عند هاي النقطه هي صفر، لذلك الفي اوتبوت راح تكون صفر. وكذلك بالنسبة للنقطة الأولى اللي شرحناها اللي هي الفي كولكتر نفسها الفي سي سي اللي هي النقطة الأولى، نفس ما كنا نرسم اللود لاين نفس الترتيب، فالترانزستور ممكن أن يكون سويتشنج نخضع إلى هذا الكيرف وللمعادلات اللي قبله. هنا نبقى على نفس الترتيب اللي هو دا يشرح به، نشوف إذا ما أخذ عليه إكزامبل. طبعا بالفيجرز اللي هي 488 و 489 شرحنا كيف الترانزستور اصبح
سويتش، انه في حال الترانزستور كان طبعا الاي ساتش دخل بمرحله الساتوريشن، فالتيار احنا نعرف بالساتوريشن التيار اعظم ما يمكن اللي هو اي سي ساتوريشن، فبالتالي احنا نعرف حسب معادله اوم بما ان التيار اعظم ما يمكن فيفترض ان تكون المقاومه اقل ما يمكن، بما ان التيار المقاومه اقل ما يمكن فممكن ان تستبدل وكانما بشور سيركت. طبعا هو هنا مرتب الحل اخذ ارقام لانه هذا الشرح اللي شرحه وكانما اكزامبل، لان اخذها كارقام هنا طبعا حاسب لك بالمضبوط ارقام، فقايل انه اذا المقاومات اللي احنا بدنا ناخذهم هم بالكيلو اوم وانا خليت وياهم مقاومه سيريال حاسب مقاومه الساتوريشن لاقيها 24.6 اوم، ف 24.6 اوم انا خليتها ويا مقاومه بالكيلو اكيد ما لها يعني مقدار محسوس، فبالتالي وكانما الترانزستور اصبح اون يعني انتقل مرحله الاون اللي هي ما بين الكولكتر والايميتر اللي هو هذا الشكل اللي امامك ب 488. بينما ب 489 قال انه التيار كان صفر فيفترض المقاومه كانت كلش كبيره اللي جعلت التيار هذا تقريبا صفر. هذا طبعا هذا طبعا يعني الايديال المثالي، بينما اذا على الارقام المثال اللي اخذناه الارقام اللي نفس السؤال فحاسب الاي سي اي او اللي هو كولكتر ايميتر البيس اوبن او البيس مقداره صفر حاسبه لاقي 10 مايكرو امبير، فمن حاسب الاركتوف لاقيه 500 كيلو، ف 500 كيلو مقارنه بالمقاومات الموجوده بالدائره اي اوكي تعتبر وكانما هي اوبن سيركت لها، فاشتغل الترانزستور وكانما هو اوف السويتش مفتوح اللي هو فيجر 489. هذا طبعا كانه يعتبر اكزامبل واحد. عندك بعد اكزامبل ب 432 اتبعه ما بيشي يعني بسيط، مطيك الاي سي ساتوريشن اللي هو 10 ملي لا ما مطيك فيجر، ومضبط وانت ممكن ان تضبط حساباتك وتحسب ليش، لانه هذه الدائره بها نقص يعني سوري مو نقص وانما هي ديزاين، يعني الار بيس والار سي هي المفقوده، فمن الاي سي ساتوريشن حسب الار سي وبعدين من الاوتبوت راح يرجع الى البيس حتى يحسب قيمه الار بيس. هذا يعني هذا السؤال ديزاين انه هو انطاني الاوتبوت وانطاني الانبوت سوري والمطلوب هو ديزاين ايجاد قيمه الار بيس وقيمه الار سي لتجعل هذا الترانزستور يعمل كانفرتر او كسويتش مثل ما الفيجر موجود امامك. طبعا هنا أنا شارح فد موضوع، هذا طبعا الكلام اللي راح اقوله للاطلاع، هنا أنا بهذا الفقر شارح فد موضوع واللي هو ما يخفى علينا ابد، قال انه في حال الانتقال مثلا باللوجيك احنا متعلمين في حال الانتقال ما بين صفر الى واحد هو ما يصير دفعه واحده، يعني مو فجاه انه انا كنت بالصفر وصير مباشره بالواحد، لا اكو فد تدريج اكو فد وقتي قطعه، هنا أنا معنول لك وين التي، هذا شنو هذا التي معناته، هذا شنو التي معناته، تي رايز مثلا او تي فولينج اذا تذكرون، رايزنج ايج وفولينج ايج، هذه الحافات الصعود والنزول تاخذ وقت، لانه المنطق يقول مهما كان التذبذب سريع او التارجح سريع ما بين الصفر والواحد او ما بين الصفر والخمسه الصفر والعشره اكيد راح يحتاج لوقت للانتقال، فهذا الوقت طبعا محددة قايل انه شنو علاقته بالترانزستور شنو ترتيبه، ما راح ندخل بهذه التفاصيل بس تخلي بعين الاعتبار انه اكيد اكو وقت وان كان بنانو سكند مثل ما حاسب لك هنا، وان كان بنانو سكند ولكن هو الوقت اكيد له تأثير، وبالخصوص لما تكون مالتي ستيجز يعني ستيج بعد ستيج راح يكون التأثير اكبر. ترابل شوتينج الموضوع للاطلاع، نروح مباشرة إلى البايز ستيبوليتي. البايز ستيبوليتي طبعا هذا الموضوع إذا أسعفنا الوقت إذا تغير الوضع إن شاء الله فينأخذ، وإلا الموضوع على الأغلب راح يكون للاطلاع على الأغلب، هو موضوع كلش بسيط اللي هو حساب استقرارية الدائرة مقارنة إلى تغير البيتا، وأنا نوهت لكم عليه سابقا، أو مقارنة إلى تغير مثلا درجة الحرارة، هالأمور إنه هذه درجة الحرارة والبيتا كلها تتأثر على معايير هذا الترانزستور على مواصفاته.
فاكو معادله لحساب الاستيبلتي لكل فيجر، مثلا اخذنا الفيكس بايزنج عنده معادله لحساب الاستيبلتي، فمجرد انه اني لو اعرف هذه المعادله يعني بدون ما احفظها يعني اوبن بوك، اخذ المعادله واطبق عليها اعرف احسب الاستيبلتي لاي كونفيجريشن. فهو الموضوع ما بي يعني ما بي في الصعوبه، مجرد حفظ قوانين. وحتى مبدئيا اريد يعني ارفع عنك هذا كاهل الحفظ، فمبدئيا البيز ستيبلتي راح تكون، البيز ستيبلتي راح تكون للاطلاع الا اذا لا سمح الله تغير شيء يعني. فمبدئيا هذا الموضوع للاطلاع، وبهذا نكون قد ختمنا الشابتر الرابع ولله الحمد. بعدها ننتقل ان شاء الله للشابتر الخامس اللي هو الاي سي، تاثير الاي سي على دائره بي جي تي ترانزستور، بعد ما اكملنا الدي سي بايزنج. اتمنى لكم الموفقيه وشكرا لكم.